حضر الهول الشباب الطيب ده هم سعداء بأول زيارة لحضرتك لنا النهارده ان شاء الله حاجة افتتح رسميا يا رئيس ونحط ايدينا معاكم بقى كل ده تبرع بالتبرعات الدولة رسميا الدولة ما كانش داخل في الموازنة العامة للدولة انا صالح رجل ولسه بدا يخش الموازنة العامة ويمكن اللي جابوه من الموازنة العامة حوالي 10 مليون هو بس انا السمر هنا ولا مش في المنطقه دي؟ حط البنر حط البنر حط البنر حاول تصور مع البنر